في ملفنا الثاني من نقاش العاشرة لنهار اليوم سوف نسلط الضوء أيضا عن سيرورة العملية الانتخابية في يومها الرابع التي تميزت بهدوء العملية الانتخابية وبخطابات سياسية إعلامية هادفة وببرامج اقتصادية وبرامج مثمرة بحسب الأصداء الأولية لليوم الرابع للعملية الانتخابية. والحديث أكثر حول هذه العملية وهذه اليوم الرابع من الحملة الانتخابية أسعد باستضافة السيد أبو بكر مرزوق وهو عضو اللجنة المركزية في حزب الأفلان وفي حزب جبهة التحرير الوطني عبر خدمة الهاتف. صباحك سعيد سيد المحترم. صباح الخير أخوي علي وصباح الخير لجميع مشاهدي ومتابعي قناة شروق نيوز. نعم شكرا لك لتلبية هذه الدعوة. إذا مثل ما قلت سيد أبو بكر مرزوق، اليوم الرابع من الحملة الانتخابية شاهدنا هدوء طيلة 4 أيام من الحملة الانتخابية، كيف تقيم العملية الانتخابية في يومها الرابع؟ يا الحمد لله يا ربي، اولا الحمد لله يا ربي اننا يعني الحمله الانتخابيه بدات في ظروف حسنه خصوصا في يعني في اجواء الصيف ودرجه الحراره والسخانه واللي كونديسيون كليماتيك، لكن شفنا تجاوب من طرف المواطنين ومن طرف المواطنات واستجابة قوية وكبيرة وخصوصا في التجمعات وفي الخرجات الميدانية في العمل الجواري في الخرجات التحسيسية، وكان فيه يعني كان فيه تنافس يعني بكل شفافية وديمقراطية ما بين المترشحين. ويعني احنا في جبهة التحرير الوطني قمنا بالعديد من التجمعات، قام بها السيد الأمين العام عبر العديد من الولايات، يعني كان فيه تجمعين في يوم واحد صباحا ثم مساء في طيرة من اليوم الخميس الجمعة ثم السبت. اليوم أيضا نشهد نعم. أن الأحزاب المؤيدة للمترشح الحر عبد المجيد تبون كانت قد نظمت لقاءات جوارية بمختلف ولايات الوطن، لكن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سوف ينظم أول تجمع شعبي له في عاصمة الشرق الجزائري بقسنطينة في الحملة الانتخابية، كيف هي الاستعدادات لحزب جبهة التحرير الوطني؟ إذا جبهة التحرير الوطني تعليمات يعني لجميع المحافظات واللجان الانتخابية وقيادات جبهة التحرير الوطني بالجهة هي شرق الجزائر انه يكون متواجد بقوه، وراح يبرهن هذا ان شاء الله بربي في تجمع مترشحنا في عبد المجيد مترشح الحر، وهو ايضا المترشح اللي ذكرته جبهه التحرير الوطني. استعدادات يعني راهي على قدم وساق، كل المناضلين والمواطنين المحبين والمؤيدين للسيد عبد المجيد تبون هم حاضرين اليوم وبقوه ان شاء الله تربي، وراح هذا سيشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عبر 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 الصحافه وعبر عبر قناتكم ايضا ان شاء الله. اذا فيه استعداد قوي باش ننجحوا العرس الانتخابي انطلاقه مترشح السيد عبد المجيد تبون من قسنطينه، وان شاء الله بربي يفوت كل شيء على ما يرام، وباذن الله يعني يكون الفوز للمترشح السيد عبد المجيد تبون. نعم، في حديثنا عن الحملة الانتخابية شاهدنا خطابات المترشحين الثلاث، احترام كبير وتنافس محترم ما بين المترشحين الثلاث طيلة عمر الحملة الانتخابية في يومها الرابع أيضا. الحمد لله هذا الشيء يعكس نعم. الديمقراطية والشفافية اللي وصلت بها الدولة الجزائرية في هذه المرحلة، يعني حقيقة كلامك صحيح أن فيه احترام ما بين المترشحين، وخرجنا عن حيز التنافس اللي كان في مراحل سابقة اللي كان يعتمد على أننا نكونوا كانوا بعض المتنافسين نعم. يهاجموا المترشح. سيد مرزوق أبو بكر، أسد إلى نقاشي العاشرة وملف الثاني من نقاشي العاشرة ولضيفي أبو بكر مرزوق، صباحك سعيد مرة أخرى. أبو بكر مرزوق، نعم كنا نتكلم مشاهدينا الأكارم حول الحملة الانتخابية في يومها الرابع، شاهدنا منذ قليل كلمة المرشح حركة مجتمع السلم شريف عبد العالي حساني أين نظم تجمعا شعبيا ببلدية القرارم بولاية ميلا وعرض
برنامجه الانتخابي على سكان هذه البلدية ببرنامج انتخابي أسمته حركة مجتمع السلم بفرصة للتغيير. هذا ما قاله مرشح حركة مجتمع السلم. يبدو أن الاتصال مع ضيفنا لنقاش العاشرة قد انقطع، وكنا نتكلم حول الحملة الانتخابية في يومها الرابع، جرت في ظروف حسنة وهادئة وفي تنافس محترم ما بين المترشحين الثلاث والمتسابقين لرئاسية 7 سبتمبر. أسعد باستضافة مرة أخرى أبو بكر مرزوق، صباحك سعيد مرة أخرى. صباح الخير مرة أخرى. نعم، إذا كنا نتكلم اليوم عن الحملة الانتخابية في يومها الرابع. الحملة الانتخابية ليست فقط تجمعات جوارية، ما طبع أيضا الحملة الانتخابية سيدي المحترم هو حملة إلكترونية رقمية استغلها المترشحون الثلاث لاستمالة أصوات الناخبين. إذا طبعا الحملة أيضا اختلفت عن الحملات السابقة، خصوصا يعني الظروف المناخ فيها يعني حملة رقمية كما قلت صحيح. وما في التحرير الوطني كنا سباقين لتنصيب المديرية للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وفيها عدة لجان وطنية اللي الحمد لله يا ربي كنا في ظرف أسبوع يعني قبل الحملة كنا واجدين محضرين أنفسنا. الآن انطلقنا عبر كامل منصات التواصل الاجتماعي، تيك توك، فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، عبر كامل يعني منصات التواصل الاجتماعي للترويج للحملة، واللي يعني أننا ندخلوا في نعم اليوم الحملة نعم اليوم الحملة الإلكترونية الرقمية هل شهدت تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا في تفاعل، في تفاعل قوي، تفاعل حقيقي، لان كنقولوا مواقع التواصل الاجتماعي ربما يكونوا يعني ديفو كونت وكاين، لكن لا، في تفاعل حقيقي عند في الحمله الالكترونيه الوطنيه عند المترشحين عبد المجيد تبون، وخير دليل ان تشوف يعني اسماء حقيقيه بلي بروفيل تاعهم لي فري بروفيل افيك يعني دي كومونتير لي فري بيرسون، وهذا الشيء يعني مش ما كنا متوقعينه، لان مترشحنا كان عندها تعهدات في 2019 والعهده الاولى وشفناها في الميدان. الان هذا شيء طبيعي ان الجميع يتفاعل معه والحمد لله يا ربي. نعم، بما انك تتكلم عن المترشح الحر عبد المجيد تبون مدير الحمله الانتخابيه، قال على ان انجازاته للشباب كفيله لاستماله صوت الشاب والذهاب الى الصندوق الانتخابي. طبعا الشباب يعني نذكروا اولا على الشباب اللي تحت فرصه العديد من الشباب انهم يكتسبوا عالم السياسه ويكونوا مسؤولين في ولاياتهم وعلى المستوى الوطني ويسمعوا صوت الشباب. ايضا في قانون الانتخابات وفي الدستور الجزائري نص على ان يعني يكون في 50% من الشباب في القوائم المنتخبه سواء المجلس الشعبي الوطني او المجالس المحليه، وشفنا يعني بعد هذا شفنا مجلس الشعبي الوطني يعني شاب، شفنا مجالس رؤساء المجالس الشعبيه البلديه وولائيه العديد منهم شباب ولا يتجاوز السن تاعهم 30 سنه، وهذا خير دليل على ان الفرصه تتاح الان للشباب. نعم. والان هذه هي المرحله اللي راح تنتقل بها الجزائر من جيل الى جيل، ويعني نعم. هذه مرحله نقدروا نقولوا انها مرحله تكوينيه للشباب الجزائري. نعم، مرحله تكوينيه للشباب الجزائري. اليوم سيد ابو بكر مرزوق، نعم اليوم كسؤال اخير فقط وفي عجاله سيد ابو بكر مرزوق، كلها معطيات تؤكد على ان الحمله تسير في ظروف حسنه وهادئه، هذه المعطيات هل سوف تؤكد لنا بارتفاع نسبه المشاركه في 7 سبتمبر؟ يعني احنا متاكدين، احنا باذن الله سبحانه عز وجل متاكدين ان الشعب يوم 7 سبتمبر راح يكون بقوه، راح يشارك الاقتراع وراح يكون راح يروح لمراكز الاقتراع وراح يصوت ايضا بقوه لصالح مترشحنا السي عبد المجيد تبون. ودليل على هذا ان يعني عمليه حسابيه بسيطه، السي عبد المجيد تبون عدد استمارات المنتخبين اللي حاز عليها، وكل منتخب في ولايته
حاز على العديد من الأصوات ونجم يقنع العديد من المواطنين اللي كانوا ينتخبوه. هذا يعني بأملية بسيطة حسابية راح يخرج العديد من المواطنين ومن الشعب الجزائري يوم 7 سبتمبر. نعم. ونتمنى هذا إن شاء الله بربي يعني يكون مبكر مرزوق عضو اللجنة المركزية والإعلامية. مبكر مرزوق عضو اللجنة المركزية والهيئة الإعلامية لحزب جبهة التحرير الوطني، شكرا جزيلا لك على هذا النقاش.